اخبار الامتحان النهارده؟ الامتحان الاحصاء كويس، بس الاقتصاد عشان احنا علمي ما ينفعش بننسى، فمش بيعتمد على الفهم، بيعتمد على الحفظ بس. انا عايز ادبي. يعني هو في مستوى الطالب المتوسط للادبي، اما للعلمي فهو صعب. صعب بالنسبه لنا عشان احنا قعدنا نحفظه كتير ونسينا في الاخر. دول خدوا مكاننا في يوم من الايام، حرام عليهم. مش في دماغي اللي هم الثانويه العامه هيعملوا حاجه ازاي؟ هم بيقولوا ليه؟ بنسمع المواد الثانيه بقى. خلاص اسكتي بتعمل ايه بس؟ مش عادي والله العظيم، انا بجد هطلع بيهم والله العظيم. ايه اللي هم فيه؟ خدت ايدك على خدك والله العظيم.